اليوم ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. Unique entre Montagne et Mer, qui m'a dit هذه الصفة اللي ميزت الأوتيل على الفنادق.
طيبة وإن شاء الله الغدا عشان فوق. إذا العديد منكم يسأل من هو ابن هودة؟ الأستاذ صلاح الدين. طبعا عندكم سؤال يتبادر للذهن، علاش بن عودة؟ بن عودة هذا هو الاسم الثوري محمد إسرائيلي. محمد إسرائيلي ولد سنة 1927 والتحق بالثورة الجزائرية سنة 1957 عمره 20 سنة خلد الثورة. والرفاق كان في الثورة كان عنده اسم محافظ سياسي. ومن بعد وعلاش التحق بالثورة؟ لأنه بعد استشهاد والده محمد وأخوه جنو كانوا استشهدوا في الثورة، هذاك كان السبب اللي جعله يلتحق بالثورة. وبعد استقلال بن عودة ومحمد السرايري التحق بالجبهة التحرير الوطني كذلك، والتحق بالمنظمة الشهداء وأبناء الشهداء. هذا هو محمد بن عودة، هذا هو محمد السرايري الاسم الثوري بن عودة. تفضل. المدير العام لفندق بن عودة أربع نجوم. إذن الآن راح حضورنا الكرام الآن راح نتعرفوا وإياكم على الفندق وتفاصيله وعلى الإنجاز الضخم على كل ما يحتويه. إذن فندق بن عودة أربع نجوم عنده العديد من الإيجابيات والصفات اللي تميزه على فندق آخر. إذن راح نحكيوا عليها الآن، وبعد ما نكملوا هذا التعريف راح تكتشفوه بنفسكم في جولة داخل الفندق. إذن فندق بن عودة كما لاحظتوا الجميع لما جاء لاحظ أنه متواجد في دخلة تاع شنوا ولاية سيبازا، وكذلك هو ما يبعدش كثير على البحر 250 متر، نقدر نقولوا أنه بيدورو، وكذلك ما يبعدش على اليابين رومان الأثار الرومانية إلا بثمن دقائق، وكذلك ما يبعدش ولا قريب كثيرا من طومبو دلا كريتيان الضريح الملكي الموريتاني إلا ب 16 دقيقة. يعني هنا نلاحظوا أنه عند جيف موقع سياحي 100%. مصممة خصيصا يعني هي مريحة، لأنكم لو لاحظتوا هذيك أجنحة فاخرة عندها إطلالات خلابة وبانورامية، تطل من جهة على جبل شنوا وتطل من جهة أخرى على البحر الأمام، يعني طلة ولف الأحلام. إذا فيما يخص الويفي اللي هو يعني جيد الجودة، وكذلك مجاني ويلحق لكل الأماكن المشتركة وحتى للغرف، كما نعرف إنه ما نقدرش نخلاو على التكنولوجيا حتى في الغرف نستعملوها. إذا كذلك يعني أماكن مخصصة للمؤتمرات والندوات، هذا اللي راح يخلي يعني الزبائن مثل رؤساء الأعمال راح يغتنموا الفرصة يجيوا ويستعملوه ويعملوا كل ندواتهم في فندق بن عودة. بالطبع كذلك عملوا كذلك دو فيرتور، كما يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المساحات الأخرى، منها مساحات لتقديم المأكولات والمشروبات، أهمها مطعم لابيرلا. مطعم لابيرلا هذا اللي رانا متواجدين فيه، اللي راهو في الطابق السابع، اللي زاد له في النظرة الخلابة نتاعو كما رانا نشوفوا أنه عنده حيط لابيري اللي راهي مغطية من ستيو ميتاج، راح تكون فيها رؤية خلابة وبانورامية. كذلك عنده جهة يطل فيها على المونتاج وجهة على البحر، وهذه هي الصفة اللي ميزت هذا الأوتيل عن غيره من الخدمات أو حتى تروح تحوس الخلايا. ألوغ خدم لكم في قليل من أو الكثير من الرفاهية في منتجع صحي سبع واللي يعيش سبع النجوم. إذا حضورنا الكريم إن شاء الله فندق بن عودة سي لو لوكس اي لو رافينمون، من نجمعوا هذه الكلمتين راح تكون يعني اونيك اونتر مونتاني مير. كما قلت هذه هي الصفة اللي ميزت لوتيل على الفنادق الأخرى. اي لو لوكس او سيجور
الكرام، إذا نطلب من الزوتيس يديروا لكم جولة في الفندق ونلتقيك بعد قليل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا بك. شكون معنا؟ معك صلاح الدين الغماري، أنا مدير العام الوزراء. دونك كما قلت بن عودة هو اسم الشهيد. هو بن عودة هو الاسم الثوري اللي هو محمد إسرائيلي. صاحب الفندق. محمد إسرائيلي مش صاحب، هو الجد يمكن تاع العائلة الإسرائيلي، سموه باسمه ذكرى له هو. أفكار له. أربع نجوم في ولاية تيبازا. هل واش تتوقعوا يعني الموسم القادم؟ نتوقعوا باش يكون اقبال كبير، واش يكون ان شاء الله احسن خدمات يقدمها الهوتيل هذا ان شاء الله في المنطقه. وديجا راكم بروغراميين اون سواري لا سومان بروشين افيك منال حدلي. يعطيك الصحه، هاك على بالك كل شيء. دونك يوغا دي زانيماسيون، يوغا ان بروغرام. سهريه كاينه، سهريه فنيه و يعني ناقص تحلم من السيناسيون. وفي مجال يعني الخبرة تاعكم في مجال السياحة، هل الإضافة اللي راح يقدم هذا الفندق اللي يطلع على البحر والجبل في نفس الوقت؟ إضافة كبيرة، هو مكان وديجا معناتها إضافة للمنطقة باش تبني أوتيل كيما هكا في طبعا هي مش سهل باش تبني أوتيل كيما هكا، ولهذا أهم شيء هو كيفاش نحافظوا على المبنى هذا. صح جميل وفيه كلش ممتاز يعني، لكن بعض الخدمات هي لازم تتبع، لازم الخدمات تكون في مستوى الراقي تاع المكان النزول. خدمات اربع نجوم طبعا. طبعا الفندق يبقى ايضا مؤسسه، شحال فتحت مناصب شغل؟ هو في الشتاء تقريبا نوصل ل 50، وفي الصيف يمكن يكونوا دوب يعني يكونوا تقريبا 100 110. بالتوفيق. بارك الله فيك، شكرا، مرحبا بك. كونديسيون الملاح انا غير معليش هكذا. حتى نخرج خو ياك تفاهمنا هكذا. لا هي واحدة من غرف فندق بن عودة ذي الأربعة نجوم هنا في ولاية تيبازا، نزوره خصيصا لكم في هذه التغطية التي قادت مجموعة من الصحفيين والمؤثرين والشخصيات والفنانين في زيارة رسمية
ابقوا معنا لاكتشاف واحد من أروع وأجمل فنادق ولاية تيباسا وتحديدا في شينوا. هادي في الشرمات 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 هادي ما قدروش يلقوا لهم الناس ما شاء الله الحمد لله. مساء الخير. مساء النور، واش راك؟ راكي من شرفة فندق بن عودة. فندق بن عودة هذا مكسب وطني، مكسب لينا كامل، هذا نقول مبروك علينا لأنه جاي في منطقة سياحية رائعة والموقع تاعو رائع، ثم جاي في مش أحسن مدينة ولكن بين أحسن المدن الموجودة في الجزائر، الجمهورية الجزائرية. فنقول صاحب هذا الفندق مبروك عليك ومبروك علينا، ان شاء الله باذن الله كل الناس اللي رايحين يعملوا في هذا المطعم والناس اللي في هذا الفندق واللي راح يزوروا لازم يتفننوا في معاملتهم في عملهم حتى يبقى هكذا، نفتخر ونتباهى به امام كل الناس اللي يزوروا هذه المنطقه وخاصة هذا الفندق. مبروك علينا، مبروك عليكم، إن شاء الله المزيد والمزيد في بنايات مثل هذه. شكرا لك ونشوفوا معك الإطلالة. ما شاء الله. Thank you.
Je te dois pisser. وغير لتحت لتحت ما قلناش لك واش لي بري هام لي بري والله الله هذه شحال